في الذكرى 42 لتحرير سيناء، الرئيس السيسي يجدد العهد على مواصلة بناء الوطن وتعزيز وحدته والعمل على رفعة شأنه بين الأمم. الرئيس السيسي يجدد التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر صوناً للأمن القومي وحفاظاً على القضية الفلسطينية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي انتشال 392 جثة في مجمع ناصر الطبي لم يتم التعرف على أكثر من نصفها. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اليوم مصر تحتفل بالذكرى 42 لتحرير سيناء، تلك الأرض التي تحررت بالحرب والدبلوماسية والتي ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها. بتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، نجحت الدولة في خلق واقع متميز وملموس على أرض الفيروز بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن. إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يليق على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم تحرير سيناء يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي أننا اليوم نتذكر تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته، داعيا إلى أن تكون هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء الوطن وتعزيز وحدته والعمل على رفعة شأنه بين الأمم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء لطالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان. وفي كلمة بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، أشار الرئيس السيسي إلى نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حماية وصون سيناء. أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. شعب مصر الكريم، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء، فخاضت البلاد حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر. إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها
وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور. وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي شهدها الإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قابلها موقف مصري واضح منذ اللحظة الأولى برفض تام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تحرص على العمل في إطار ثوابتها الراسخة لإرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تمثله تنمية سيناء من واجب وطني مقدس، مشيرا إلى ما تشهده سيناء من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة. كما توجه الرئيس السيسي بالتحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن. وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا. واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله. شعب مصر العظيم، لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب. تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذوي الكرم والفداء وأصحاب المروءة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية. We'll be right back.
وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الشيخ عبد الله جهمة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء. شيخ عبد الله، في البداية بنتوجه طبعا بالتحية والتقدير لكل أهالي سيناء الحبيبة وبطولات عظيمة على أرض سيناء جسدها التعاون بين المصريين من أبناء القبائل في سيناء وقواتهم المسلحة لإعادة سيناء إلى حضن الوطن. كيف ترى هذه البطولات؟ ولكن طبعا بنهني سيادتك وبنهني كل السادة المشاهدين على انه النهارده 25 ابريل بنحتفل العام 42 بعياد تحرير سيناء. لا شك ان ابناء سيناء انخرطوا مع قوات المسلحه في مقاومه قوى الشر في المرحله الاخيره، والذي كان استهداف منها استقطاع سيناء من خلال مسميات عده، ولايه سيناء مش عارف ايه سيناء، لكن حقيقه القوات المسلحه وابناء سيناء والشرطه قاموا بدور كبير جدا 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 حتى طهروا سيناء من قوى الشر لاجتاح سيناء، زي ما ابائهم واجدادهم انخرطوا مع قوات مسلحه بعد نكسه 567 مع قوات مسلحه وخلوا سيناء كتاب مفتوح حتى جاء نصر اكتوبر 6 من اكتوبر العشر من رمضان. ابناء سيناء لن يتاخروا، واذا جد الجد ونادي المنادي لن يتاخروا ابدا. ثم حقيقه حينما انتهينا من قوى معركه قوى الشر تفرغنا حقيقه للتنميه، واسمحي لي ان اوجه شكري وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله ولقوات المسلحه اينما تواجدت في الجهد الكبير جدا 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 في التنميه. احنا الان بنشهد حقيقه مرحله كبيره جدا، وهذه التنميه لم يسبق لها حقيقه ان نشوف حاجه زي كذا. احنا كل التنميه اللي حصلت في سيناء في العشر سنوات كانت في العهود الماضيه كانت فيها حقيقه تنميه عشان ما نظلم حد، لكن كانت التنميه لا ترقى لمستوي التنميه الشامله. تقييمك شيخ عبد الله لما شهدته شبه جزيره سيناء وتشهده حتى يومنا هذا من جهود ومشروعات كبيره صحيح لتحقيق التنميه الشامله، واهميه وانعكاس ذلك طبعا على المواطن في سيناء. لا شك ان الدوله حينما انفقت في العشر سنوات الماضيه ما يزيد على 650 مليار، هذا فعلا اصبحت عندنا احنا كابناء سيناء والمقيمين في سيناء ان في قناعه عندنا ان في اراده سياسيه لتنميه سيناء تنميه حقيقيه. احنا شفنا مشاريع العملاقه، مدينه رفح الجديده، المدن اللي اتعملت في سيناء، التجمعات السكنيه للبدو، كل هذا جهد كبير جدا. ثم شفنا ميناء العريش اللي اصبح ميناء عالمي وحيربط ميناء العريش بميناء نويبع على البحر الاحمر، هذا حقيقه انجاز يظهر الاعجاز. ثم من هناك مستهدف استصلاح واستزراع ما يزيد على 350 ألف دان في منطقة بوت سيناء، هذا جهد حقيقة يشكر عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يعلم أهمية تنمية سيناء حينما كان مدير المخابرات وحينما كان قائد عام للقوات المسلحة وحتى متولى مقاليد الحكم. وأبناء سيناء حقيقة هم نسيج شعب مصر العظيم، سيناء قذفت عليه زهرة الشباب مصر، ما فيش محافظة اللي هو مصاب أو شهيد على أرض سيناء. فآن الأوان أيضا أن الدولة والحكومة تبسط إجراءات الجذب لمواطن الدلتا لسيناء حتى يضخ في سيناء ما يقلش من 4-5 مليون من لأن سيناء ملك لكل المصريين. سيناء حقيقة كل محافظة لها مصابة أو شهيد على أرض سيناء. رمال سيناء تعطرت بدم الشهداء من مصر، وحقيقة يسعدني ويشرفني أن شكري وتقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حافظ على كل حبة رمل في سيناء، ويمكن في حضورنا معاه في يوم الشهيد ب 9 مارس قال احنا لو فرطنا من حبة سيناء بنكون دم الشهداء. هو حقيقة هذا الرجل وقف تماما كل الوطنية. احنا حقيقة ابناء سيناء وابناء مصر عامة مصرين الوقوف خلف القيادة السياسية اللي بتمشي بينا في أمواج في بحر وقود سفينة في بحر عالية الأمواج. احنا الحمد لله عندنا استقرار لما نشوف الحرائق حوالينا في المدن في ليبيا ولا في السودان ولا في اليمن ولا في مناطق للأسف في مناطق الدول العربية. الحمد لله عندنا استقرار أمني، والشعب المصري حقيقة حينما تزاحم في الانتخابات ووقف الصوابير طول اليوم حتى ينتخب الرئيس عبد الفتاح ايمانا منه انه حقيقه حيرسي بينا عساب بر الامان. احنا حقيقه في شمال سيناء جهد كبير من الدوله، وهذه الدوله لم تتاخر على دعم سيناء. شفنا حقيقه الانفاق اللي كنا احنا بنقعد بالخمس ساعات والاربع ساعات على النفق على المعديه حتى نعبر من الضفه الغربيه والضفه الشرقيه، الان في 10 دقائق بخمس ساعات تعبر من خلال الانفاق اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في بورسعيد او في السويس او في الاسماعيليه، هذا حقيقه انهى عزل شمال سيناء بالذات. المشاريع عملاقه كبيره جدا في سيناء سواء في قطاع الصحه او في قطاع التعليم او في قطاع المياه، عندنا اكبر محطه في الشرق الاوسط محطه مياه موجوده في كير 17، جهد كبير جدا 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 بنثمن هذا الجهد وهذا الجهد الكبير من الدوله. نحن حقيقه في سيناء لا ندخر جهد وقوفنا صفا خلف قوات المسلحه ومع قوات المسلحه، واذا جد الجد ونادى المنادي فابناء سيناء في المقدمه لتنفيذ التعليمات. تحيه للقوات المسلحه وتحيه لعصب قوات المسلحه من رجال هيئه الاستخبارات العسكريه الذين يواصلون اليوم بالليل بالنهار
في خدمة ابناء سيناء وبالتعاون مع سيناء في كافة الملفات الأمنية والملفات أيضا التنموية. جهد كبير جدا الدولة بتقول لنا سيناء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا ويحمي بلادنا من شر الإشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أشكرك شكرا جزيلا للشيخ عبد الله جهام رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أشكرك وكل عام وكل أهالي سيناء بكل خير. قالت السيدة انتصار السيسي إنه في مثل هذا اليوم عادت رايات مصر خفاقة فوق كل شبر من سيناء. جاء ذلك خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث وجهت السيدة انتصار السيسي تحية واجبة لكل من ضحى ولكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته. في إطار جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، حققت القوات المسلحة عددا من الإنجازات الهامة، وتم تكليف القوات المسلحة بتنفيذ 460 مشروعا لخدمة مجالات التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما يعود بالنفع على المواطنين. وفي ذكرى تحرير سيناء أجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع مجموعة من مشايخ وعواقل سيناء. طبعا اليوم نحتفل بسيناء، والاحتفالية ذي طبعا كل أبناء جنوب سيناء بيحتفلوا بهذا العيد الكريم. فطبعا جنوب سيناء ذي ما جتش بالسهل إلا التحام مع قوات المسلحة ومع أبناء المجاهدين، والمجاهدين بحقيقة عملوا مجهود مع قوات المسلحة، لأن ثقتنا كبيرة في القوات المسلحة نحن أبناء جنوب سيناء. إحنا النهاردة طبعا زي ما حضرتكم شايفين في عيد تحرير سيناء، ده عيد مناسبة ذكرى عطرة على قلوب أبناء سيناء وكلوليتهم. العيد ده ما جاش من فراغ، والتضحيات والأمن والاستقرار اللي إحنا بننعم به النهاردة ده ما جاش من فراغ، ده جاء بتضحيات أبطال سالت دمائهم على أرض محافظة جنوب سيناء. إحنا كنا في حرب والنهاردة بتعمير، النهاردة سيناء بتتعمر بسواعد أبنائها المخلصين الأبرار. زي ما حضرتكم شايفين النهارده احنا بنحتفل سويا، سيناء مش اقتصرت على البدو بس، ولكن سيناء اختلط النسيج الوطني بين حضر وبدوي وبقينا كل نسيج واحد الحمد لله. النهارده بننعم بالامن، بننعم بالتعمير، النهارده في طفره تنمويه لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ. طبعا سيناء ما جاتش بالسهل، شهدت سيناء من الحروب اجيال واجيال، ولكن نصر اكتوبر العظيم خلانا طبعا نعيش بعز وفخر الى الان،
وكملت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الأمن والأمان في مصر وعروة مصر كلها. طبعا تحية وتقدير لهذا الرجل اللي ما فعله لمصر من إنجازات ومن حاجات كثيرة. طبعا النهاردة بنفخر بيها تضحية رجال القوات المسلحة والشرطة، ده حاجة محترمة نموذج. وإحنا عندنا أبناء أحفاد المجاهدين، المنظمة اللي تأسست سنة 1968 منظمة المجاهدين، دي عددهم كان حوالي 1125 مجاهد. أبنائهم هم اللي كانوا من أبناء القبائل اللي واقفين جنبا إلى جنب مع قوات المسلحة ضد عناصر الإرهاب والتطرف، ودي حاجة بنتشرف بيها كأبناء قبائل كلنا. كل مكون سيناء يحتفل، ليست ذكرى فحسب ولكنها هي في القلوب، نتيجة لحبهم لهذا الوطن ونتيجة لعودة سيناء للحضن أو للوطن الأم بمثابة تاريخ، وتاريخ مستمر يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. في الحقيقة يمكن قد تكون هناك بعض مظاهر الاحتفال كافتتاحات عدد مشروعات أو يعني نوع من الاحتفالي، لكن طبعا تجاوزت سيناء حدود الاحتفال إلى الرغبة في تحقيق الأمل. احتفلت محافظة شمال سيناء بعيدها القومي المواكب للذكرى 42 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. وقام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش، وقدم التهنئة لأبناء مصر ومحافظة شمال سيناء وكل من سالت دماءهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين. أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينيا و64 مصابا آخرين. وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34,305 شهداء و77,293 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت السلطات الصحية في غزة عن انتشال 392 جثمانا لشهداء فلسطينيين من مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، و30 جثة في مستشفى الشفاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما. وطالب عدد من الجهات والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل ومنح حق الوصول الفوري للمحققين لإجراء التحقيقات اللازمة حول اكتشاف تلك المقابر. أكثر من 200 يوم مرت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتكبت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المجازر الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، خلفت وراءها أكثر من 34,000 شهيد و77,000 مصاب، فضلاً عن آلاف الجثث التي ما زالت تحت ركام المنازل المنهارة بسبب قذائف مدفعية ومروحيات الاحتلال. يوماً بعد يوم تعلن السلطات الفلسطينية عن اكتشاف مقابر جماعية كان آخرها اكتشاف 340 جثة لشهداء فلسطينيين في 3 مقابر بمستشفى ناصر و30 جثة في مستشفى الشفاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وكان البعض منها مقطوع الرأس والبعض الآخر بدون أطراف.
فيما تم سرقة بعض الأعضاء البشرية من أشلاء شهداء آخرين. اكتشاف المقابر الجماعية الفلسطينية في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال كان لها صدى دولي، حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن اكتشاف مقابر جماعية بغزة يعكس الحاجة الملحة لمنح حق الوصول لمفتشي حقوق الإنسان المستقلين إلى القطاع، كما طالبت إسرائيل بضمان امتثالها لحكم محكمة العدل الدولية. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي للقيام بتحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف لوجود شبهات بانتهاك حقوق الإنسان، فيما طالبت الولايات المتحدة السلطات الإسرائيلية بتقديم إجابات واضحة وإجراء تحقيق شامل وشفاف حول اكتشاف المقابر الجماعية. يأتي ذلك فيما عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتماعاً لبحث إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي بسبب الحرب على غزة، وهي القرارات المرجح صدورها قبل نهاية شهر أبريل الجاري. وتم إقرار عدة إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة تلك الخطوة المحتملة، وأهمها شن حملة سياسية على المستوى الدولي وممارسة ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية للتدخل في الأمر. أهلا بكم من جديد، نستكمل مع حضراتكم نشرة الثالثة. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجراح في ضربات لقوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة على جسر وادي غزة بوسط القطاع، فيما أصيب 3 آخرون بدير البلح جراء استهداف طائرة مسيرة بمحيط مسجد البلد القديم هذا. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزلها بعدما تعرض لقصف صاروخي في مخيم النصيرات. حذرت منظمة أكشن إيد الدولية من أن تصبح غزة مقبرة للنساء والفتيات بعد أكثر من 200 يوم من الأزمة الإنسانية. وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أن 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال، وإنه تم قتل 10,000 امرأة في غزة، من بينهم نحو 6,000 من الأمهات حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأكدت المؤسسة أن النساء والفتيات تأثرن بالأزمة في غزة بطرق فريدة خلال الأيام 200 الماضية، فهناك فقط 3 مستشفيات قادرة حاليا على توفير رعاية الأمومة من أصل 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي في القطاع، وتضطر النساء الحوامل إلى الولادة دون رعاية كافية أو إمدادات طبية، بما في ذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألام وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان. نظم عدد من المستوطنين الإسرائيليين مسيرة على حدود قطاع غزة، حيث طالب المستوطنون بالدخول للقطاع وبناء مستوطنات هناك. أكدت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بالضفة الغربية إلى أكثر من 8455 معتقلا منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان لها أكدت الهيئة أن القوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 12 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم طفل، فيما تركزت عمليات الاعتقالات في محافظة طولكرم وتوزعت باقي الاعتقالات على محافظات رام الله والخليل والقدس. اقتحم
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عيد الفصح. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أكثر من 430 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفصح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة أعاقت حركة المصلين. اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم. تركزت المواجهات في محيط البركة الثانية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن وجود إصابات. يشار إلى أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المنطقة تحت حماية قوات الاحتلال، كما انتشروا في محيطها بالكامل. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث إمكانية تحريك المسار التفاوضي حول صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس. هذا وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى اجتماع مرتقب اليوم للمجلس السياسي والأمني الموسع لبحث توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. تتواصل الاحتجاجات في تل أبيب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، حيث احتجت عائلات وأصدقاء المحتجزين خارج اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي في تل أبيب، وطلب المتظاهرون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة. أفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية و17 دولة أخرى ستصدر بيانا تدعو فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين كمدخل لإنهاء أزمة غزة. أضاف المسؤول أن الاتفاق المطروح على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة. وتواصلت الاحتجاجات داخل جامعات أمريكية عدة تنديدا بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. من جانبها حثت منظمة العفو الدولية إدارات الجامعات الأمريكية على احترام وحماية حق الطلاب في الاحتجاج السلمي. مع انتشار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بالعدوان الإسرائيلي داخل الجامعات الأمريكية، اندلعت مواجهة بين مئات المتظاهرين في جامعة تكساس والشرطة الأمريكية، وبينما كانت شرطة مكافحة الشغب تفرق متظاهرين في أماكن أخرى من الحرم الجامعي، شهدت جامعات أمريكية مرموقة عدة حركات احتجاجية ضد الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحولت التظاهرات إلى إدانات من الطلبة لقمع الحريات بعد توقيف نحو 100 متظاهر في الأيام الأخيرة في حرم جامعات في نيويورك، بعدما تدخلت الشرطة بناء على طلب مدير تلك الجامعات. ووسط الغضب المتزايد إزاء حصيلة الشهداء المرتفعة في غزة خاصة بين فئة الشباب، تحاول واشنطن الموازنة بين دعمها لحليفتها إسرائيل وعدم جعل ذلك يؤثر على إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر المقبل، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه لا مكان للمظاهرات في حرم الجامعات. وفي كولومبيا أدان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون التظاهرات مهددا باستخدام الحرس الوطني لوقف احتجاجات. وفي تل أبيب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية عدة بأنها مروعة، قائلا إنها يجب أن تتوقف.
سيارة القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. وفي بيان لها أكدت الهيئة الخيرية الأردنية أن القافلة تضم 115 شاحنة وتحمل مساعدات غذائية طارئة، وقد دخلت إلى قطاع غزة من خلال جسر الملك حسين عبر معبر كرم أبو سالم ليتم تسليمها للأشقاء في غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع. أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز عن شكرها لمصر على تسهيل زيارتها إلى معبر رفح، مؤكدة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري. وخلال مؤتمر صحفي شددت المقررة الأممية الخاصة على أهمية زيادة كميات المساعدات التي يتم إدخالها للمدنيين في قطاع غزة. أشكر مصر على تسهيل رحلتي بين معبر رفح والقاهرة. المعبر مفتوح من الجانب المصري، لكن إسرائيل هي من تعرقل عمليات الدخول إلى القطاع. كما أشكر الأطباء المصريين الذين قاموا بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. الأوضاع في قطاع غزة مروعة. هناك عدد من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر بإصابات خطيرة. الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، لكن ذلك لم يحدث. نؤكد أن حياة الفلسطينيين مهمة، وبعد الزيارة إلى رفح نشدد على حاجة المدنيين في غزة للكثير من المساعدات على اختلاف أنواعها. وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أهمية التركيز خلال الفترة الراهنة على حماية المدنيين في القطاع. هذا وأشارت ألبانيز إلى ضرورة منع خطط إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في مدينة رفح الفلسطينية. الأهم خلال الفترة الراهنة هو التركيز على حماية المدنيين الفلسطينيين وليس على عملية السلام. في بداية الحرب حذرنا من خطر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وسعيها نحو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. لا مبرر لما يحدث للفلسطينيين، والغرب يعمل على التحضير لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في رفح الفلسطينية، وهو أمر ينبغي منعه. وإذا كانت هناك خطة للهجوم على رفح الفلسطينية وإخلاء الفلسطينيين، فمن الطبيعي أن ترفض مصر ذلك. هذا وتواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. استهدف قصف جوي إسرائيلي شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان بمنطقة بعيدة عن الحدود، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح. وأكدت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان أن طائرة مسيرة استهدفت شاحنة نقل المحروقات في منطقة دروس عند مدخل مدينة بعلبك، ما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح وإلحاق أضرار بالشاحنة. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن دوي انفجار قد سمع مصحوبا بتصاعد للدخان على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي اليمن. يأتي ذلك في حين اعتردت سفينة يونانية طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي في البحر الأحمر. وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية أن السفينة تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. في غضون ذلك أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت 4 مسيرات فوق مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن.
شهد المسرح القومي حفل تأبين وتكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور. حضر حفل التأبين كوكبة من الفنانين والفنانات الذين رافقوا مسيرته الفنية، وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح سرد رحلة عطاء الفنان الراحل. يأتي هذا الحفل إيمانا من الدولة بأهمية الاحتفاء والاحتفال برموز الفن والثقافة الذين يمثلون القوة الناعمة للدولة المصرية، لما لهم من تأثير كبير على الوعي والوجدان الوطني. الفنان الكبير والأخ الكبير أشرف عبد الغفور، هذا الفنان الإنسان الخلوق العظيم النادر، وهو رحلة مضيئة، رحلة مشرفة، رحلة عظيمة، جايين نحتفل به ونقول له مسيرتك مسيرة عظيمة يعني تقتدي بها أجيال وأجيال. وأنا تشرفت بالعمل معه في النقابة، وتشرفت بالعمل معه في بعض الأعمال الفنية. الأستاذ أشرف أبو غفور قيمة كبيرة على كل المستويات، على المستوى الإنساني والمستوى الفني والمستوى النقابي والمستوى العائلي. أشرف كان مثالياً في كل شيء، كان بيعمل كل مهمة كما يجب أن تكون. مفيش فن إنسان مصري أو مواطن مصري ليس لديه ذكرى جميلة مع الأستاذ الفنان أشرف عبد الغفور، خاصة المسرح القومي وأبناء المسرح القومي، لأنه من أبناء المسرح القومي اللي تربوا على خشبة المسرح القومي، واللي أسروا الحياة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي كله، سواء من خلال خشبة المسرح أو انطلاقا في الأعمال التلفزيونية والسينمائية. أشرف عبد الغفور، فلابد أن نحافظ بعض الشيء على تقاليد المسرح القومي، لأن احنا دلوقتي في أشد الاحتياج للتقاليد والحاجات بتاع المسرح. الله يرحمه أستاذ أشرف عبد الغفور، يعني أولاً هو بيتقابل النهاردة في بيته المسرح القومي لأنه هو كان عضو المسرح القومي. أستاذ أشرف عبد الغفور ممثل كبير له تاريخ عظيم في الدراما المصرية والعربية. أنا من حظي طيب إن أنا اشتغلت معاه أكثر من مرة، وكانت تربطني بيه علاقة إنسانية طيبة بيه وبأسرته. أقول إن الأستاذ أشرف باقي بأعماله، باقي باللي علمه لنا، باقي بالتجارب اللي كانت معاه. أنا بعتبره أبويا التاني، يعني لأني اشتغلت معاه من وأنا طفل صغير لغاية ما عرضنا على خشبة المسرح القومي هنا لمدة 9 سنين مسرحية الملك لير، كان عامل شخصية لورد جلوستر أبويا. تعلمت منه كتير. المسرح لما تحتك بممثل في المسرح تقدر تعرفه كويس قوي. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد اليوم الأول من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة. بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة للناشئين تحت 14 عاما، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح على صعيد مباريات الفرق والبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز. نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث. كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد الرمح على المستوى الفردي والزوجي والفرق، وقد شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين. نهاية النشرة الثالثة، ولم يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. في الذكرى 42 لتحرير سيناء، الرئيس السيسي يجدد العهد على مواصلة بناء الوطن وتعزيز وحدته والعمل على رفعة شأنه بين الأمم. الرئيس السيسي يجدد التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، صونا للأمن القومي وحفاظا على القضية الفلسطينية.
مع تواصل العدوان الإسرائيلي انتشال 392 جثة في مجمع ناصر الطبي لم يتم التعرف على أكثر من نصفهم. نهاية نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري، شكرا لكم، إلى اللقاء.